تعبر بنا الأيام، ونرى عمل الله العجيب في البشرية التي ضلت قديما وجاء بنفسه لكي يستردها ويجمعها إلى صدره بعد طول تيهان وغياب، فهو الذي خلقها ويعرف ضعفها ونقصها، ولذا دائما يبحث عنا ونسمع صوته الحنون ينادينا ويعزينا ويشددنا لكي لا نخور في الطريق أو نهزم أمام الشيطان. وكثيرا ما يسقط الإنسان أمام حيله ودعوته الخادعة ويجري وراءه. الإنسان بمفرده، كل واحد منا دون أن يلجأ إلى صانعه وخالقه فهو جاهل وضعيف. لهذا أعدت السماء لنا طريقا واحدا للخلاص، هذا الطريق هو يسوع المسيح الذي قال عن نفسه: أنا هو الطريق، طريق يؤدي بنا إلى المراعي الخضراء، وبغير هذا فإننا لابد أن نضل ونجوع. طعام يسوع هو الحياة الأبدية، كلامه الحي والمحيي، إشارته تدعونا أن نتبعه ولا نتطلع إلى غيره. ليس المسيح إنسانا ضعيفا أو ماكرا يخدعنا، لكنه صادق وصريح. يسوع معناها المخلص، جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. لقد اصطادنا الشيطان وقهرنا العالم وضعفنا أمام أهوائنا ورغباتنا، ونسينا كلام يسوع الذي يدعونا أن نتبعه ونسير وراءه، فنحس بالراحة والفرح والسلام. وهكذا دائما تحتفل الكنيسة بالذكريات المجيدة والخطوات التي صار فيها يسوع
لكي نسلك ونتبع خطواته. تمجد إلهنا حينما بشرت الملائكة بمجيئه إلينا وهتفت بالنشيد الملكي الذي ليس له مثيل بين أناشيد العالم وهتافاتها. الملائكة تهتف وتعزف على القيثارات مطمئنة لنا أنه قد جاء الوقت السعيد، إذ تقول المجد لله، ليس المجد للبشر ولا للملوك ولا لأصحاب القوة والسطوة العالمية، بل المجد لله في الأعالي بين الملائكة وهناك في الأمجاد السماوية وعلى الأرض. السلام. ونتيجة لهذا، هذا السلام الذي يبعثه الله لنا بمجيء المسيح، وهو الإله المتجسد الظاهر في الجسد، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وبالناس سرور في فرح. مضت الغمة، الارتباك، الاضطراب، العبودية للشيطان، الأسلحة المفلولة، لكن جاء لكي يعطينا سلاحا قويا نجابه به ونواجه في ثقة ويقين أننا أقوياء ولسنا متروكين للهزيمة أو للضعف أو للحيل البشرية، بل إننا في يد إله قوية تمسك بنا وتقودنا في أمان وسلام نحو الأمجاد الخالدة. هذه البشرى التي بشرتنا بها السماء منذ 2000 سنة واثنين، لا زالت هذه البشرى القوية والعجيبة قائمة وموجودة، ونرددها على الدوام. وعندما تأتي نهاية العالم نشكر إلهنا الذي حقق مواعيده وأتى بقطيعه إلى ملكوته، حيث هنالك سلام واطمئنان، ترنيم وتسبيح، وقد انتهت كل المشقات والآلام والمعاناة التي عبرتها البشرية طيلة أيام وسنوات ما أكثرها. ولهذا تحتفل الكنيسة مقدما في كل عام بصوم الميلاد لاستعداد قلوبنا لاستقبال من بشرت به السماء وليدا من مريم العذراء. أعجب ميلاد على مر التاريخ أن عذراء تلد ابنا. سبحانك إلهي، أكرمتنا بمجيئك المقدس وعشت لنا وبنا لكي تضمنا إلى صدرك وتجمعنا في محبة وتأخذنا إلى ملكوتك. لو كانت كل الآمال والتمنيات هي أن ننجح في هذه الحياة وأن نزرع ونحصد ونجمع ونكدس ويكون لنا أموال وعمارات وغنى عالمي، كل هذا باطل. ليس لنا حاجة في هذا العالم سوى
أن نكون أوفياء أمناء في حفظ الوصية، وفي الآخر نسمع النداء الجميل: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، وها أنا ذا أقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك. ما هو القليل الذي نحن مؤتمنين عليه؟ أيام قليلة، أيام الحياة المعدودة والمحدودة، أيام قليلة مشاكلها أيضا مع الأيام القليلة قليلة أيضا، ولكن الواقع أننا نئن تحت عبء هذه الآلام، ولكن مع الرجاء ومع الاطمئنان أن مسيحنا بجانبنا فهو الراعي الصالح، نحس بأن النصرة لابد وأن تواتينا، وأن الشيطان وحيله لابد مهزوم، وأن الأيام التي نستثقل ظلها ونحس بآلامها ستنقضي كما انقضت الأيام السابقة لكل إنسان، هتنقضي، وبعد ذلك تفتح الأبواب على الأمجاد ونرى أنفسنا في موقع آخر غير الموقع الذي نحن نئن منه ونتألم ونشكو. من ذا الذي يقودنا في هذه البرية؟ لو كان إنسانا عاديا لتاه وضل وضللنا معه، ولو كان حتى نبيا من الأنبياء ولم يتكلم باسم السماء ولم يكن موفدا من قبلها بآيات ودلائل عجيبة تدل على أنه موفد من السماء حقا، ومشيرا في نبواته أيضا إلى مجيء المخلص الذي يخلص البشرية من آلامها ويشفيها من أمراضها الروحية ويبعث فيها حياة جديدة خالية من الأمراض الروحية، لا قيمة لرسالته. الرسالة التي تبعث بها السماء لابد أن تكون مصحوبة بقوة ومشيرة من بعيد ولو لمئات وآلاف السنين إلى مجيء المخلص المسيح. هل عذراء تحبل كام سنة؟ 700 سنة أكثر. إشعياء النبي يقول: هل عذراء تحبل وتلد ابنا يدعى اسمه عمانوئيل؟ عمانوئيل الذي يكون معنا ونحن عند قدميه نجلس ونستمع ونضع آذان قلوبنا على صدر يسوع، نجد نبضاته كلها حنان وكلها شفقة، نجد دماءه نازفة من رأسه إلى إخمص قدميه، كله ضربات وكله جروح. لمن؟ هي الجروح التي أخذها نيابة عنا. هذا هو المخلص، ولا يوجد في البشرية أحد يستطيع أن يقول إنه صلب عنا وجاء لأجلنا وأحبنا وسوف يأخذنا إليه ونكون معه ونجلس حواليه. لا يستطيع ولم يستطع أي نبي من الأنبياء أن يقول أو يدعي
أنه يستطيع هذا. مسيحنا الراعي الصالح والمعلم الصالح، وهو الذي ارتضى أن يقول له ذلك الشاب الغني: أيها المعلم الصالح. رأى كثيرا وكثيرين من المعلمين الموجودين ذاك الحين وسط شعبه بين اليهود، ولكنه حينما جاء للمسيح جاء ليعبر بلسانه وإحساسه أنه لم يرى فيهم المعلم الصالح، بل جاء إلى يسوع ليقول له: أنت هو المعلم الصالح. ويسوع يؤمن على قوله ويفهمه أيضا لكي يدرك تماما أن هذا الصلاح الذي ينادي به ذلك الشاب هو في محله. لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا الله. لعلك تدرك أو أدركت أنني هو الإله الظاهر في الجسد. نعم، هذا هو ما يقصده يسوع، ولذا يوجه إليه النصيحة، لم يتركه. بموجب إيمانه أنه قد جاء إلى المعلم الصالح، لذا كان على المسيح أن يعطيه النصيحة. يقول له: اذهب، بع كل ما لك. الأول قال له: حفظت الوصايا اللي هي منصوص عنها في الشريعة؟ نعم، حفظتها منذ حداثتي. وكلنا استمعنا إلى من علمنا، سواء في الأسرة أو في مدارس التربية الكنسية أو قرأناه، حفظنا الوصايا. ولكن يسوع هنا له اتجاه آخر، اتجاه عملي. لا يريد حفظ كلمات بل تنفيذ التعليمات. الشاب قال: أنا حفظتها منذ حداثتي. يسوع يريد أن يوجه فكره وعقله وعقولنا جميعا إلى ما هو أسمى وأعظم من ذلك الحفظ الذي تردده الألسنة دون وعي أو تطبيق عملي. فيقول له يسوع: يعوزك شيء واحد. كويس، كل اللي حفظته عاوزين نطبقه عمليا. اذهب، بع كل ما لك، كل اللي تمتلكه، كل اللي عندك من اوله لاخره، اذهب بيعه، ثم اعطي الفقراء والمساكين، فيكون لك كنز في السماء. أول حاجة، مش من السهل مرة واحدة يجد نفسه أنه هو يخلع التوب ده ويغمض عينيه وينسى أنه كان له أموال وينسى كل الممتلكات. ولا شك أنه ذهنه حاضر وعارف إيه اللي عنده، ومش من السهل انه ينسلق منها ويريت يقف عند هذا. وتعال اتبعني. اتبعك فين؟ فين اتبعك؟ حاملا الصليب فتكون لي تلميذا. عاوز تتلمس؟ عاوز الرأي الصائب؟ عاوز الحياة الابدية؟ عاوز الحياة الدنيوية انت فيها بكل ممتلكاتها، لكن عاوز تنتقل فكرك، جسدك، مشاعرك، عقلك، كل هذا يحتاج إلى تغيير شامل.
البقعة التي أنت قائم عليها هي الأرض، ولكن لكي تنتقل من هذه البقعة التي لم تجد فيها رغم ذكائك وفطنتك وغناك، ما وجدتش فيها راحة، بتبحث عن حياة أخرى أجمل وأسعد وأكرم. أنت عاوز السماء، ماذا أعمل لأرث؟ وعاوز يرثها ويمتلك الحياة ويكون هو صاحب هذا المكان، الحياة الأبدية، الحياة السعيدة، الحياة التي سمع عنها، التي لا شك أنه من ضمن المستمعين لتعاليم المسيح ولذا سعى وجرى وراءه. طب ما أنت سمعت كثير وسمعت من الناس الرؤساء الموجودين عندكم وكلهم من قراء الشريعة والكتب المقدسة وكتب الأنبياء ونبواتهم، أنت سمعتها ولازلت تسمعها، لكنه هذه إشارات ومضات بسيطة وليست هي الأنوار المتدفقة التي شملتنا جميعا، التي رأيناها كلنا والتي نحس بها في أعماقنا بمسيحنا الذي يحبنا، لأنه هو النور. أنا هو نور العالم، ومن عطفه ومن حبه طبع فينا هذه الصورة الجميلة وقال لتلاميذه أنتم نور العالم، ولكي يروا أعمالكم الصالحة يمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني الشاب شاب كويس وفكره كويس، ولا شك أنه هو تعب من كثرة الأسئلة والإجابات التي كانت تتردد فيما بينه وبين أولئك القادة والمعلمين الموجودين في ذلك الحين، إلى أن جاء ليسوع. السؤال كلمة بسيطة والجواب أيضا أبسط، ماذا أعمل لأرث الهدم؟ والتاني قال له ودي الوصايا انتهينا هنا، الجديد الذي نطق به يسوع تخلى عن رباطاتك في العالم. الرباطات التي تربطك والتي تعيق الحركة والتي تجعلك غير قادر على التقدم الروحي، انت مرتبط بالعالم بترابه بجدرانه بخصوماته بكل الخناقات اللي فيه، زعلان مع هذا وذاك، ليس هنالك صلح بينك وبين آخرين ولا بينك وبين السماء، في غمامة، في حاجب، في حجاز يفصلك، يطمس العينين ولا يجعلك ترى الرؤية الجيدة. انت متكتف في العالم، مربوط في سلاسل وقيود لا تجعلك تستطيع الحركة الروحية، وتقول ايه يعني، ايه اللي في العالم ليه؟ طب رضيت ام لم ارضى؟ هذا ليس ملكا مؤبدا او مخلدا، هو ملك الى حين، او دي واوراق امتحان. السماء بتمتحني، هل انا ماسك في السماء ولا الارض؟ ماسك في السماء اوصل السماء، هنالك صدقات، مساعدات، محبة للغير، لكن تقول لا انا الحمد لله، نعم الحمد لله، وبعدين الخرجة كثير هذا العالم هذا العام، وكثير في عالمي الخاص، والمخازن امتلأت من الغلال والحبوب وإلى آخره، وامتلأت الجيوب أيضا من الأموال والنقود، وزادت وفاضت وأعمالي ناجحة، وإذا ما جاءت المحاصيل الجديدة ماذا نعمل؟ هل
نتركها مضيعة ونهبل للناهب والسارق؟ قل لا، أعمل إيه؟ فكرة، المخازن دي ضيقة، أعمل أوسع منها، أهدم دي خالص عشان في خيارات جديدة جاية ما تكفيش المخازن، وأبني أوسع وأكبر منها. وبعدين طبعا ثمرت نجاحي إن أنا أتمتع بيها وأقعد أحصي أقول عملنا وجبنا ودي الدفاتر وإلى آخره. هذا التنظيم هو تنظيم مؤقت لحياة محدودة وليست للحظيرة ملك الراعي الصالح. ده ملكه هو، دي خصوصياتي وليس فيها شيء لغيري، ولا نظرة نحو السماء، ولا فكر أن ينقل إليها لكي حينما ينتقل يجد كل الخير قدامه. ليس خيرا ماديا، بل يجد أعمالا طيبة تفرح بها السماء ولهذا ترحب به. أبني أعظم منها وأجمع فيها خياراتي وغلاتي، وأقول لنفسي كلي واشربي لأن لك خيارات كثيرة لسنين كثيرة. إيه؟ طب وانت شفت مين قبلك وديك عايش؟ مين قادر يضمن عمره ويقول هيمتد وأقل الزاد يوصل لآخر البلاد؟ مالك كل ده تعمل بيه؟ تتحكم في رقاب الناس والثروة لك وحدك دون شركة مع الآخرين؟ مسكين هذا التفكير الذي يستولي عليه، تفكير فقير، وصاحب هذا التفكير هو أيضا فقير لأنه لن يشبع ولن يحس بالكثرة باستمرار في سعي نحو الوفرة. يا نفسي كلي واشربي لك خيرات كثيرة لسنة عليه. طيب، وهو لما يردد الصوت السماء بتتكلم أيضا، تقول له يا غبي. غبي؟ ده أنا بفكر كويس وناجح، إزاي غبي؟ في هذه الليلة تطلب نفسك منك، وهذا الذي أعددته لمن يكون؟ تعب ده كله والشقة ده كله وينتزع مني وأنا أنتزع أيضا، وكل الربط اللي ربطتني باجتهاداتي وبكل نشاطي واللي أنا فرحان به هيندثر ويختفي؟ أنا أستبعد منه ومين هياخده بعدي؟ يحتار ده كتير قوي. ولادك لعل هنالك جفوة بينه وبين أولاده إن وجدوا، يمكن يقول لهم خسرت الرباية، يمكن يقول كذا، أو عضيعوه، يبقى قلق لكي لا يكون فيما بينهم الحرص اللي هو كان فيه والنشاط اللي كان فيه. لست أنت عبدا لهذا العالم ولا لمقتنياته، أنت ملك لمن اشتراك ودفع الثمن غاليا، حبه، حنانه، دماءه، خلاصه العجيب الذي جاء به إلينا من السماء حسب التدبير الإلهي المخلص يسوع المسيح، وليس بأحد غيره الخلاص. هو اللي نهتف ليه، هو اللي نمجده، هو اللي نمشي وراه، هو اللي باسمه نقدر نقهر العالم، نغلب الشيطان، ننتصر حينما تواتينا التجربة والإغراءات العالمية باسم يسوع فقط. لكن تقول اسم الثاني، اجتهادات تانية، ولما تصلي ولا يكون المسيح في ذهنك أنت تردد كلمات جوفاء ليس لها رنين الحب والعزاء، إنما هي ملك لذهن بشري محدود. أما الصلاة المستجابة فهي حينما نقف أمام يسوع ونركع ونسجد ونقول أبانا الذي في السماوات،
يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض، زنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد. انصرفوا بسلام، وسلام المسيح فليكن مع جميعكم.